رمضان مبارك سعيد، وبهذه المناسبة باينانس خصصت 400,000 دولار لجميع يعني المشتركين في منصاتهم، بحيث أنه يمكن لك أن تقوم بربح مبلغ معين من خلال استعمالك لبعض الخطوات. كل ما عليك هو أن تدخل إلى هذا لانونس، تضغط فقط على خاصية رمضان كالندر المتواجدة هنا، سيتم تحويلك مباشرة إلى هذه الصفحة. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، اضغط هنا وسيتم تحويلك هنا. يقول لي أوكي بعض الأشياء اللي سأحصل على مثلا واحد USD، تمام. هنا يجب عليك أن تقوم بالمشاركة كما يقول لي هنا. سأضغط هنا على سيمو، هذه أول خطوة. ثاني خطوة هو أنك تضغط على الخاصية الثانية، بعد ذلك تضغط على سيمو بحيث أنك تشاهد ماذا سيعطيني في هذه الصفحة. سأشاهد هنا على أنه يظهر معي هذه الواجهة، سأضغط على كليم، ثم يقول لك هنا بليز لوجين، تمام. بعد أن تقوم بعمل لوجين أوكي أو تسجيل الدخول، سيعطيني الصفحة الثانية والتي سأشاهدها، وسأنتظر إلى الصفحة الثالثة. العاد يعني حتى الآن هو متواجد من 11 مارس، أي من اليوم إلى 20 مارس، يعني هذا هو الكالندر الخاص بباينانس، تمام. بعد أن تقوم بهذه العملية سوف ترى على أن أصبحت الآن هنا واحد، أي أن لدي الآن فرصة واحدة من أجل أن أقوم بالضغط هنا، وسيعطيني على أنني ربحت 0.01 USD. ويمكن لك أن تعمل شير يعني البيج الخاص بكل ما دخل ما شخص إلى ذلك الصفحة وقام بعمل كليم، فحينها يعطينك فرصة أخرى يعني تقوم بالدخول إليها. هذه هي الفكرة الخاصة بهم، تمام أخي. الخطوة الثالثة ستذهب إلى هنا مرة أخرى، ثم تضغط عليها، تضغط على سيمو، سيطلب مني عملية تسجيل الدخول. لكن على العموم يعني هذه هي الصفحة الخاصة بالكالندر، لكن النقطة المهمة هنا والتي يجب عليك أن تقوم بمعرفتها والربح من خلالها، كيف ذلك؟ هو أن كل ما عليك أن تدخل إلى كل يوم إلى هذه الخاصية هنا، ثم تشاهد معي هذا الميتينج الذي سيكون كما يخبرني هنا على أنه سيتم توزيع 5,000 دولار في لايف خاص في باينانس، يعني في تدخل إلى اللايف وتقوم بمشاهدته. هذا اللايف سيكون حاضر فيه يعني الرئيس التنفيذي ريتشارد تينك، وهو رئيس تنفيذي لباينانس، فسيكون حاضر فيه، وسيتم توزيع من خلال هذا اللايف 5,000 دولار. بمعنى أنك ستدخل إلى هذا اللايف وستشاهد التعليقات، عندما سيتم نشر واحد البوكس أو ما يسمى بصندوق، تقوم بالضغط عليه وتحصل على مبلغ. هنا المبلغ عندما ستحصل عليه قد يكون في 5 دولار، قد يكون دولار، قد يكون 10 دولار، قد يكون 20 دولار. المبلغ المخصص لهذا اللايف هو 5,000 دولار، وهو مبلغ كبير جدا، ولكن يجب أن تكون مسرع من أجل أن تحصل على هذا المبلغ الذي سيتم إرساله. وهناك العديد من اللايفات التي ستجدها أو العديد من البث المباشر الذي ستشاهده بشكل كبير جدا في باينانس، يتم العمل بهذه الطريقة، ولكن غالبية البث المباشر ستشاهد على أنه يتم إعطاؤك فقط 0.001 يعني سنتات، يتم إعطاؤك سنتات يعني بمجرد أن تشاهد يعني اللايف. لكن من الأفضل أن تبتعد عنها، يعني من الأفضل أن تبتعد عن تلك اللايفات. لهذا أخصص لك هذا اللايف لأنه سيكون حاضر فيها رئيس تنفيذي لباينانس، لهذا المبالغ هنا والأرباح ستكون عالية جدا، لهذا استفيد. وهذه هي فقط خاصية واحدة، أو هذه هي لحظة واحدة، فستضغط هنا وستشاهد يعني الموعد اللايف اللي غالبا سيكون تبقى عليه يعني واحد ساعة أو ساعتين، وسيعطيك العد التنازلي إذا كنت تشتغل بالهاتف. هذا هو اللايف اللي تشاهده، يعني سيكون حاضر في هذه الأشخاص اللي سيتكلمون على عملة ما وغير ذلك، يعني هذا الميتينغ هذا يجب أن تكون حاضر وتشاهده. على العموم يعني هذا بالنسبة للخاصية الأولى. بالنسبة لليوم الثاني، يعني هنا سيربرايز ديال اليوم الثاني، ماذا سيكون فيها؟ سننتظر ذلك وسنشاهد. نلتقي فيكم في فيديو جديد إن شاء الله، سيكون خاص هذا اليوم بخصوص العملة التي تم إدراجها في باينانس. أشرح لك طريقة كيفية شرائها من خلال متابعتك لفيديوهاتنا في قناتنا. والسلام.